يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاحتفاظ بصور الأولاد الصغار حتى يكبروا ويروها؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز أبدا، احتفاظ بالصور للذكريات أو المناظر أمر لا يجوز هذا. نعم. ويقول هل يجوز أن أصور أولادي فأرسل صورهم إلى الوالدة لأنني في مكان بعيد وأريد أن تراهم ثم يمزقون هذه الصور؟ هذه هدية سوء، تهدي لوالدك هدية سوء ومعصية، هذا لا يجوز، وليس هذا من البر بوالدتك. نعم.